سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. رسالة لوغا إلى ثيوفيل. الحلقة السابعة. ازيك يا خالتي صفية؟ كيف يا خالتي صفية؟ كيف ان شاء الله كويسة؟ كيف ان شاء الله كويسين؟ اشتقنا لك والله. والله زاتين مشتاق لكم. تفضلوا. الحمد لله. شكرا يا خالتي صفية. الله يخليكم. القصة الفاتت بتذكر لما وصلنا لحد لما سيدنا عيسى في طوافه مع حيرانه ومجموعة من الناس قام من كفرناحوم ومشى لقرية اسمها نايين. ولما قرب من بوابة القرية شاف لهم مجموعة كبيرة من الناس شايلين لهم جنازة شاب عشان يدفنوها خارج القرية. صح. أيوة. وبرضو قالوا المتوفي كان شاب واحد عند أمه وأمه كانت أرملة. لما سيدنا عيسى عليه السلام شاف حالة أم الشاب المتوفي حن عليها وطمنا. وبعد ما طمنا وقف الناس الشايلين الجنازة ولمس العنقريب المحمولة عليه والجنازة وخاطب الشاب المتوفي وقال له يا شاب قوم بإذن الله. والشاب حيا وقام وبقى يتكلم. بعد ذاك سيدنا عيسى قال لأم الشاب يا مبروكة أهو ده ولدك حيا. حمدك يا خلاص سوقي. يا سلام. والناس كلهم ملتوا من الرهبة لما شافوا الحصل ده وسبحوا الله وقالوا الحمد لله لنعم علينا ورسل لشعب نبي عظيم. الحمد لله. الحمد لله. يا هدى ولد هي. الحمد لله. وخبر معجزة سيدنا عيسى عليه السلام العجيبة دي عم كل منطقة يهوذا والمناطق المجاورة لها. وبعد ذاك النبي يحيى وهو في السجن سمع من حيرانه كل الحاجات اللي عملها سيدنا عيسى عليه السلام. عشان كده نادى اثنين منهم ورسلهم لسيدنا عيسى. وحيران يحيى فعلا قاموا ومشوا وقالوا لسيدنا عيسى يا مرشدنا. نعم. سيدنا يحيى بن زكريا رسلنا لك عشان نسألك هل انت المسيح المنتظرين له ولا حيجي واحد تاني؟ وفي الوقت ده سيدنا عيسى عليه السلام كان بيشفي في كثيرين من أمراض مختلفة وشفى الملموسين بالشواطين وكمان خلى كثيرين من العماية يفتحوا. وبعد ذاك قال لحيران يحيى أرجعوا ليحيى وكلموا بس سمعتوا شفتوا العماية فتحوا وكانوا بيعرجوا بيقوموا يمشوا عديل والمغرسين طابوا وطهروا والطرش بيقوا يسمعوا والميتين حيوا والمساكين بيجوا يسمعوا الأخبار المفرحة عن الملك الموعودة وكل اللي بيصدق البشارة دي هنياله لأنه حيكون من الموعودين من النجاة. وبعد حيران يحيى ما رجعوا سيدنا عيسى بيجا يكلم الناس عن يحيى وقال لهم يا ناس لما مشيت ليحيى في الخلا شفتوا شنو؟ إنسان ضعيف زي ساق نبات بيهز الريح؟ بالتأكيد لا. طيب لقيتوه لابس ليه وملابس غالية؟ لا طبعا لأن الناس اللي بيلبسوا الملابس الغالية هم المنعمين في القصور. طيب هو نبي؟ نعم بالتأكيد هو نبي ورسالته أعظم من رسالة كل الأنبياء لأنه هو المذكور في كتاب الله اللي بيقول أنا أرسل رسولي قدامك عشان يجهز طريق الدعوة والحق أقول لكم بين كل الناس ما في زول أعظم من يحيى في الدنيا. لكن مع كده أصغر نصيب في المملكة الموعودة هو أكبر من نصيبه في الدنيا. وكل الناس لما سمعوا الكلام ده عن يحيى بما فيهم المتحصلين بتاعين الضرائب شهدوا بأنه الله أمين وعظموه لأنهم كانوا تعمدوا للتوبة على يد يحيى. لكن الفريسيين وعلماء التوراة رفضوا مشيئة الله لأنهم ما تعمدوا للتوبة. وعشان كده سيدنا عيسى قال عنهم الرافضين مشيئة الله من شعب بني إسرائيل ديل أشبههم بشنو؟ هم زي الأولاد اللي قاعدين في ميدان كبير وبعضهم بينادل البعض الآخر ويقول له
انتم مالكم ما في حاجه بتعجبكم. لما عزفنا لكم الموسيقى الرقصه ما رقصتوا، وكمان لما عزفنا لكم موسيقى الجنازه الحزينه ما بكيتوا، وكمان نفس الشيء لما يحيى بن زكريا جاء وما كان بياكل غير الجراد والعسل ولا بيشرب خمره، قلت ده متلبس وشيطان. وبرضه لما جسد البشر ياكل ويشرب، قلت ده زايع وسكير، وكمان صديق لمتحصنين الضرائب المعففين وللناس الضالين، وطبعا صاحب العقول بيميز. وفي مرة واحد من الفريسيين اسمه شيمون عزم سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى جيب للدعوة دي وقام مشاليهو. ولما قعد للأكل حصلت حاجة غريبة، لأنه في البلد دي كانت في مرة ما شريفة. المرة دي عرفت إنه سيدنا عيسى معزوم عند شيمون الفريسي، عشان كده قامت ومشت ليه وشايلة ليها فتوجيحة مصنوع من المرمر. ومجرد ما وصلت هناك وقفت ورا سيدنا عيسى جنب رجليه، وكانت بتبكي ودموعها كانت بتبلل رجليه، وهي كانت بتجففهم بشعرها وتبوسهم وتعطرهم بالريحة. لكن صاحب الدعوة شيمون لما شاف المنظر ده قال في سره، لو كان الراجل ده نبي كان عارف إنه المرة دي هي وما كان خلاها تلمسه لأنها مرة ما شريفة. لكن سيدنا عيسى عرف الشيء اللي بيفكر فيه شيمون وقال له، يا شيمون أنا عايز أقول لك حاجة. اتفضل قول يا سيدنا. كان في راجلين يسلفوا لهم قروش من واحد راس مالي، واحد يسلف 500 عملة من الفضة، والثاني يسلف 50 عملة من الفضة برضه، والاثنين ما كان عندهم إمكانية عشان يحلوا دينه، وصاحب المال عفاهم الاثنين. طيب تفتكر إنه يا واحد من الرجال الاثنين ديل بيحب صاحب المال أكثر من الثاني؟ افتكر كان متسلف المبلغ الكبير هو اللي بيحبه أكثر. جوابك صحيح، لكن أنت شايف المرة دي عمل شنو؟ أنا دخلت بيتك وأنت ما عملت ولا واحدة من الحاجات الأساسية المفروض تتعامل للضيف. مثلا ما جبت لي موية عشان نقص رجلي، لكن هي غسلت لي رجلي بدموع وجففتهم لي بشعرها، وكمان أنت ما سلمت لي في رأسي، لكن هي كانت بتبوس في رجلي طول الوقت من ساعة ما دخلت هنا. أنت ما دهنت رأسي بالزيت، لكن هي عطرت رجلي بالريح، عشان كده أنا بقول لك لأن الذنوب الكثيرة اتغفرت ليها هي أصهرت محبتها الكبيرة. أما البينال الغفران القليل بيصهر محبة قليلة، يعني على قدر مغفرة الذنوب تصهر المحبة. يا مبروكة ذنوبك مغفورة. لكن اللي كانوا قاعدين معاه قالوا في سرهم، الرجل ده هو منه ذاته هو منه عشان يغفر الذنوب. وسيدنا عيسى قال للمرة، يا مبروكة نجاك الله بإيمانك، سيري في أمان الله. شكرا شكرا يا رب. وبعد ذاك سيدنا عيسى ومعاه حيرانه الاثناشر كانوا بيتنقلوا من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية عشان يكلموا الناس عن المملكة الموعودة. وكان معاهم بعض النسوان الشفاهم سيدنا عيسى عليه السلام من الأمراض ومن المس الشيطاني، وهم مريم المجدلية الشفاها من 7 شواطين، يا سلام، وحنة مرض خوزي وكيل هيرودس الثاني، وسوسن ونسوان كثيرات تانيات. النسوان ديل كانوا بيساعدوا سيدنا عيسى وحيرانه بالمال لخدمة الدعوة. أيوة. في مرة من المرات الناس جل سيدنا عيسى عليه السلام من مدن وحلال كثيرة بأعداد كبيرة، وفي أثناء ما كانوا بيتوافدوا عشان يسمعوا كلامه سيدنا عيسى خاطبهم وضرب ليهم المثل ده، يا جماعة في مزارع مشي عشان يلمي البذور بتاعته في الأرض، وفي أثناء شغله وقع منه بعض الحب على جنب الطريق وداسوه الناس برجوله وكلوا الطير، وقع جزء تاني على أرض صخرية
ولما طلع نشف ومات لأنه كان بلا موية، ووقع بعض الحب بين الشوك وطلع الشوك وخنقه، لكن في بذور وقعت في أرض جيدة والبذور دي قامت وانتجت 100 ضعف. يا جماعة اسمعوا الكلام ده وعقلوه. وبعد كده حيران سألوه على الانفراد إنه يفسر ليهم المثل اللي قالوا، وقال ليهم: لأنكم اتبعتوني الله أعطاكم معرفة أسرار المملكة الموعودة الواردة في الأمثال بواسطتي، لكن الناس التانين أنا بضرب لهم الأمثال بس بدون توضيح، عشان كده هم بيعاينوا لكن ما بيشوفوا، وبيسمعوا لكن ما بيفهموا. ودلوقتي ده معنى المثل: البذور هي كلام الله لكن ما بتنمي إلا في الأرض الصالحة، والمزروع على جنب الطريق بيرمز للناس اللي بيسمعوا كلام الله، لكن إبليس بيجي وينزعه من قلوبهم عشان ما يؤمنوا ويطيعوا الله وينجوا من الهلاك. أما المزروع على الأرض الصخرية بيرمز للناس اللي بيسمعوا كلام الله ويقبلوا بفرح ويؤمنوا به لفترة، لكن إيمانهم بيكون ما عنده أساس، ما قوي، عشان كده في ساعة المحنة بيتراجعوا. أما الحب اللي وقع في الأرض الشوكية بيرمز للناس اللي بيسمعوا كلام الله ويقبلوا، لكن الهموم والمال وملذات الحياة تخنقهم وتصرفهم وثمرهم ما بيستوي. أما الحب المزروع في الأرض الصالحة بيرمز للناس القلوب الصافية وصادقة، لأنهم بيسمعوا كلام الله وبيتمسكوا به بثبات ويداوموا على الأعمال الصالحة. وكمان ما في زول بيولع له فانوس ويغطيه بحاجة أو يخط تحت السرير، وإنما بيخطه على ترابيزة أو رف عشان ينور الطريق للداخلين. وزي ما النور بيكشف كل مخفي في الظلام، نفس الشي كلام الله بيكشف كل سر وكل مخفي. عشان كده يا جماعة أسمعوا كلامي كويس، لأنه اللي بيقبل كلامي فهمه حيزيد، لكن اللي ما بيقبل كلامي حتى الفهم القليل اللي عنده حيفقده. يا جماعة ده مكان مناسب نقفي الليلة. يا سلام، قصة ممتعة والله. الله يخليك، الله يبارك فيك. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.